تحقيق 24 تنقل لكم الخبر اليقين بالصوت والصورة. محمود فارس أمناي عضو نسقية تكل للدفاع عن حق الساكنة في الأرض والتروى، عضو بمنظمة زرفان وعضو بجمعية سكان جبال العالم تمسمون في بودرار العالم أي وشتكن أي تبعها فرع الشكن أي تبعها. لابد نعطيه بشكل مجمل واحد نظرة على سياسة التهميش الاقتصادي اللي منذ أواسط الخمسينات من القرن الماضي اللي الساكنة كيف قلت الأمازيغية كتعرض لها إلى يومنا هذا، منين بدأت وفين وصلت الآن. كنعرفوا أنه التهميش الاقتصادي بدأ بحرمان الساكنة اللي كانت كتعرف ديال سوس اللي كانت كتعرف واحد الكثافة سكانية مهمة، ولكن حرمانها من البنية التحتية الضرورية المدارس المستشفيات الطرق إلى آخره لمدة غير يسيرة، لزمتها أنها تهاجر إلى المدن والخارج بحثا عن سبل فضلى للحياة. يعني بدا النزيف البشري من هذا بهذا الشكل هذا، وهنا كنفتح قوس انه الناس اللي تيقول لك راه فرطنا حنا اللي ما خدامين شهداء، انا ارفض هذا الطرح لانه الاقرار الجماعي بالذنب ما وردش هنايا وما كاينش. علاش؟ لانه ملي كيكون التهميش الاقتصادي راه كتكون بمثابه قوه قاهره، ما يمكنش الانسان يعيش في واحد الظروف اللي ما فيهاش فين يقري ولادو لانه غادي يمشيو للضياع والجهل، وما كاينش فين يداويهم، وما كاينش الوسائل الاخرى للاتصال اللي هي لازمه. اذا هذا الطرح هذا ما كاينش. المسؤوليه تعود للسياسه ديال الدوله، للسياسه الاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه، هذه من جهه. على اي حال غادي نجي بكل اختصار، غادي نجي لاواخر التسعينات ملي بدات واحد النوع ديال الهجره المضاده للمناطق ديال سوس، ملي الناس تكونوا قدرات ماديه تمويليه وبداو كيرجعوا وكيكونوا جمعيات. وفي هذيك الفتره راه كان مشهود المجتمع المدني للجمعيات في المنطقه ديال سوس مشهود لها بالنشاط ديالها والحيويه ديالها في الداخل ديال البلاد وفي الخارج دوليا. بناو طرقان وبناو العديد من المرافق غير بامكانياتهم الذاتيه. غادي نجيو للاخر ديال التسعينات، تم ارقاء اداره المياه والغابات الى مستوى المندوبيه الساميه للمياه والغابات، وهنا فين بدات مرحله اخرى ديال بناء الحواجز بين الساكنه وبين الاراضي ديالها والممتلكات ديالها، انطلاقا من اطلاق الخنزير البري، مرورا اطلاق الحيوانات الاخرى الاروي الغزال اللي كيخرب كيمحي اثار يد الاجداد في الحضاره ديال 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 سوس، اثار الحواجز ديال التربه الى اخره. ما يمكنش شي منطقه يعيش فيها هذا الحيوان هذا بدون ما يخلق اثار تخريبيه، هذا شيء معروف. زائد المراسم ديال التحديد الاداري اللي بنتها المياه والغابات على الظاهر المشؤوم ديال 1916 اللي بين قوسين على اساسه
كتخلق مراسم ديال التحديد الاداري وكتدير الاراضي ديال الناس ديال الساكنه الاصليه. وهنا الا قلنا كتطبق بناء على القانون 1916 لابد نشير لواحد المساله مهمه، هو انه كيطبقوه بطريقه انتقائيه. كينقزوا بواحد الشكل واضح نهائي على الماده 4 اللي هي كتقول لك كيخص اي بلاصه غادي يدار فيها التحديد الاداري كيخص البراح في السوق، لانه البراح معروف عنده الفعاليه ديالو في ايصال الخبر للناس، ووسائل الاعلام راه باستثناء الا كان شي مرسوم في شي اداره اللي هي بحال المحكمه وهذا اللي ما كيمشيوش لها الناس بزاف، زائد ان الناس معروفين كاينين فيهم نسبه كبيره ديال ما عندهمش القدره على القراءه وما متعودينش على انهم دوريا يمشيو للاداره يشوفوا لافيشاج ديال الاعلانات الى اخره. يعني الموضوع يطول في هذه الامور هذه، زائد اللي القضيه ديال ان تشجيع المواطنين على غرس الاشجار اللي عندها طابع غابوي، بمعنى الا زرعتي في الارض ديالك مثلا بحال الخروب كيقول لك هذه قرينه غابويه ديال بوغابه ما يمكنش تحفظه مازال. كاين الخنزير البري راه معروف نيت الدور ديال الحيوانات باش ما ننساش، لانه كل ما ترنا هذا الموضوع هذا لابد نبداو به. وبالنسبه لي الخنزير البري اخطر من اي وسائل اخرى، لانه الا ما عندكش الامكانيه باش تسيج الارض ديالك الا بغيتي تزرع سميتو الخضره والمنتوجات المعاشيه ما يمكنش لك، بمعنى ان التهميش الاقتصادي والاجتماعي والدور ديال اللي كتسمى دابا الوكاله الوطنيه للمياه والغابات، هادشي كله يشكل عناصر مكونه لمخطط التهجير القصري للسكان الامازيغ. الحديث طويل في هذا الموضوع هذا، عطيت غير رؤوس الاقلام في هذا سميتو، وتقارير عديده راه كاينه والناس كيتشكاو، ولكن لحد الساعه الحكومه ما زالت تدير الظهر لمشاكل السكان الحقيقيه.